وعودة معكم أعزائي المستمعين في كل مكان. ورجعنا أكيد بعد فاصلنا الأخير من كابوتشينو لهذا اليوم. أنا قلت لكم رح يكون عندي ضيوف بهذه النصف ساعة، حابة أعرفكم عليهم أكثر وأكثر، حابة أعرفكم عن هذه الفكرة الشبابية اللي جدا جدا رائعة. ولكن قبل ذلك خليني أقول لمحمد وعيسى يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير سارة. صباح النور يا هلا، شنو أخباركم؟ إن شاء الله تمام؟ تمام الحمد لله. طبعا محمد وعيسى أنا حابة أنه بداية حتى أترك لكم الحديث أنه أعرف الناس على فكرتكم. طبعا محمد وعيسى سووا جروب، هذا الجروب اسمه Restaurants and Cafes، طبعا رح ناخذ عنا تفاصيل أكثر وأكثر، واللي هو إلى علاقة بأنه أنتوا لما تروحون على مطعم أو تروحون على مكان، أي شيء يقدم لكم إياه من مشاريب من أكل من حلويات، بإمكانكم تفوتون على هذا الجروب وتسوون ريفيو معينة أو تكتبون تعليقاتكم عن المكان سواء كانت سلبية أو إيجابية. الغريب أنه من بعد ذلك اتطورت الفكرة بشكل جدا جدا كبير، وصار هذا الجروب إلى فد وزن جدا رائع عبر الفيسبوك. حدثوني أكثر عنه، تفضلوا، منو راح يحكي؟ أول شيء بدنا نصبح على السادة المستمعين. طبعا فكرة الجروب هي أجت بال2015. كنا مغتربين بالسعودية. نعم. وحبينا شفنا أكثر من جروب، صراحة ما كانت الفكرة الأفكارهم خلينا نحكي قريبة على الإفادة للناس. نعم. فحبينا نطلع بجروب مفيد يعود عن الناس أو الموجودين بالأردن، خصوصا طلاب الجامعات العاملين من الفئة المتوسطة. يعود عليهم بإفادة ممكن غير مباشرة أو ترفيهية. نعم. ففكرة الجروب أجت مينلي بأنه نجمع كل الأوفرات الموجودة بصفحات الفيسبوك تبعت المطاعم والكافيهات، لأنه بتعرف صفحات الفيسبوك تبعت المطاعم والكافيهات ممكن ما تكون أبديتد، ممكن تكون مثلا أنه الواحد إذا بده يطلع مطعم أنه بده يروح يفوت على الفيسبوك بيج تبعتهم أو شيء زي هيك. فإحنا بدنا نجمع كل هاي الكافيهات والمطاعم الأوفرات تبعونها بمكان واحد اللي يكون سهل وفليكسبل أكتر للزبون على أساس يشوف كل هاي الأوفرات، تنوع شكل المكان، شكل المكان، سعر الوجبات. فهي هاي الفكرة الأساسية اللي عملنا منها الجروب. وبالضبط يعني هي كانت كمان بدنا أول شغلة، كانت أول فكرة من نوعها بالأردن. لاحظنا أنه موجود بالسعودية شوي الفكرة وبالإمارات، بس نعم. بالأردن ما كان في نوع من الأفكار هاي. أنتوا جنتوا أول جروب تسوون هذه الفكرة، من بعد هيجي طبعا محمد أنت لاحظت أنه أكو أشخاص أخذوا اسم الجروب، تقريبا اسم الجروب إكزاكتلي أخذوا، وتواصلنا معهم على أساس يغيروا. إحنا ما عندنا مشكلة مع أخذ الفكرة، بس إنه كاسم جروب ضل محفوظ. نعم. فللأسف يعني ما كان تواصل مجدي. محمد طيب، عدد المتابعين حتى الآن ما شاء الله هو بالزياد، طبعا أنا من الأشخاص اللي هواي أكتب عليه، إيش قد وصل تقريبا؟ تقريبا هلا إحنا أكثر من 117 ممبر بالجروب وبالزياد، وإحنا بنحاول نحافظ على نوعية الناس بالجروب أكثر من العدد، يعني إحنا ما بهمنا العدد بشكل رئيسي. نعم. بس بنحاول نحافظ على نوعية الناس والمشاركة تكون فعالة وعن تجربة حقيقية. أوكي. هسا بداية أنتوا كنتوا تجمعون الأوفرز عن طريق البيج، ممكن تفوتون أنتوا على بيج المطعم، مطعم معين أنتوا تعرفوه أو غيره، وتحطون الأوفرز والناس على أساسها يا إما أنه تروح للمطعم أو أنه مثلا تشوف العروض. بعد هيجي صارت المطاعم تنطيكم أوفرز خاص بهذا الجروب، احكوا لي عن تفاصيل هذه القصة. أشوف عيسى. بالضبط. هلا الفكرة الأساسية اللي كانت ببالنا إنه إحنا لما إنه إحنا ما ننزل أول ما عملت الجروب، إنه ما كنت أنا بدي أنزل الأوفرات، أنا كنت بدي ناس هي تنزل الأوفرات منها، هي تنزل التجربة تبعتها. فمع زيادة الأعداد أعضاء الجروب بشكل كبير طبعا، صار التفاعل أكبر، صارت الناس هي اللي تنزل الأوفرز، هي تنزل التجاربها الشخصية، تعطي فكرة عامة للناس الأشخاص التانيين عن مواضيع الأوفرات هاي، شو يعني بتقدم.
ومع ازدياد اعداد الجروب الاعضاء الموجودين بالجروب صار يدخل عندنا اصحاب كفايات مطاعم على الجروب نفسه، فهذا كان كتير شيء بسطنا صراحه. وعن طريق الاصحاب الكفايات والمطاعم شافوا الجروب فيه تفاعل كبير وفي اعداد بازدياد كبير، فقرروا انهم يعطونا عروض خاصه للجروب. يعني صح، يعني سوي سكرين شوت انك انت عضو في هذا الجروب راح تاخذ اوفر خاص. بالزبط. صراحه اوفراتكم جدا مميزه، يمكن اكو حتى مطاعم معروف عنها انه ما بتعمل اوفرز، ده تنطيكم انتو اوفرز انه عادي. بالضبط. بس خاص لجروب ريستورانتس اند كافيز. طيب بالنسبه لي اول، يعني دائما اول شغله، اول شيء بهذا الحياه لازم يواجه صعوبه. اول ما بديتوا هذا الجروب وخصوصا بالاردن، شنو هي الصعوبات اللي واجهتكم محمد؟ يعني احنا كوننا مغتربين بالسعوديه هاي كانت اكبر صعوبه بتواجهنا. نعم. هلا اوكي احنا شغالين على السوشيال ميديا وشغالين على الانترنت، بس برضو صعب ان نضلنا متابعين 100% خصوصا ان احنا مهندسين نشتغل شركات، فصعب كان نضل متابعين 100% للجروب. فهاي كانت صعوبة من الصعوبات. نعم. والصعوبة الثانية انه الاعداد، انه احنا لسه بمرحلة تأسيسية كنا وعم بنزيد الاعداد، فكنا نحاول نعمل مسابقات ونشجع الناس على انه تنضم للجروب. واضافة تانية على كلام محمد انه بخصوص الصعوبات هاي، برضو واجهتنا صعوبة بكمية الأوفرات اللي موجودة على صفحات المطاعم والكافيهات، لانه صفحاتهم مش ابديتد بتكون. صح. فانه بكونوا اغلبهم حاطين الاوفرات على ابواب المطاعم او الكافيهات او ببروشورات داخل المطعم او الكافيه، فكوننا احنا برا البلد فما بنقدر نتابع هاي الاشياء. بس قدرنا الحمد لله انه نوصل لهاي العروض ننزلها للناس عن طريق الناس اللي بتتفاعل من الاردن، من داخل الاردن، مش بس من عمان، من اربد ومن العقبه ومن السلط. صح. ومن في جرش. العقبه حبيت اني الاوفرات تاعت العقبه. فكتير كان الناس تتفاعل مع هذا الموضوع، هي تنزلنا اوفرات اصلا احنا ما بنعرف فيها لان احنا مغتربين برا البلد. يعني صاروا أصحاب المطاعم يتواصلون وياكم شخصيا حتى ينطوكم آخر العروض اللي ده تسويها المطاعم. بالضبط. بالإضافة للعروض الخاصة اللي هي بس حصرية للجروب. حصرية للجروب. طيب شباب، حابة أعرف يعني بالنسبة للمتابعين، حسيتوا أنه أول شيء كمطاعم استفادت من، يعني أكو هواية مطاعم كانت تتلقى شكاوي متعددة، نفس المطعم يجمع عليه تقريبا 50 واحد 60 واحد يقولوا لك المطعم سيء جدا جدا، الخدمة سيئة جدا جدا. بعد فترة، يعني الجروب ايش قد صار لما تأسس؟ تقريبا شهر 7 2015، يعني نحكي عن سنتين ونص تقريبا. طب لما يعني مرة على مرة حسيتوا المطاعم بدأت تاخذ بعين الاعتبار شكاوى المتابعين اللي موجودين على صفحتكم؟ صار اكو تواصل مع المتابعين اللي ممكن صار وياهم خطأ معين بالتوصيل بداخل المطعم بأي مكان؟ أكيد طبعا، يعني صاحب الكافيه والمطعم بهم أول شيء سمعة الكافيه تبعه والمطعم. ولما يشوف نقد، إحنا نحاول يكون النقد على الجروب نقد بناء، إنه أساس إنه تذكر الإيجابيات والسلبيات، ومهما كانت السلبيات على صاحب المطعم الكافيه يتابعها. ومن خلال متابعتنا المستمرة للجروب، يعني منتابع الجروب تقريبا أكثر من 18 ساعة باليوم، لقينا انه في مطاعم كافيهات اهتمت برأي الزبون. نعم. يعني لو اجمع اكثر من واحد على رأي معين بالمطعم الكافيه بتواصل معهم صاحب الكافيه والمطعم. بنتواصل احنا مع صاحب الكافيه والمطعم، بنقول له الصوره، بنحكي له عندك النقطه الفلانيه والنقطه الفلانيه والنقطه الفلانيه بدهم تعديل. وما بعدلهم بس عشان الزبون اللي انتقد، لا، بعدلهم عشان الزباين الجداد برضه. عيسى، بالنسبة طبعا للمطاعم أو هو صاحب المطعم، عمره يعني أنا لاحظت أنه مرات يكون صاحب المطعم أصدقاء يعرفوه فيسووا له تاج أنه شوف مطعمك جاي عليه شكوى، عمره أحد مثلا من أصحاب المطاعم تواصل وياك إحنا نريد فلان الفلاني نحكي معه أو نصلح الخطأ أو غير ذلك عبر مسجات الجروب، ولا كانوا يتواصلون مع الأشخاص اللي صار وياهم مثلا الخدمة السيئة أو السوء بتقديم الطعام أو غير شيء يعني من خلالكم؟ صراحة هي بتصير بالحالتين، يعني حالة انه يتواصل دايركت مع الشخص اللي هو نزل التجربة تبعته سواء كان سيئة او انتقاد بشكل جارح شوي، فكان تواصل دايركت عن طريقهم اللي هو بنعرف احنا انه تواصل صاحب الكافيه مع الشخص هذا، لانه برجع بنزل بوست انه تم التواصل، مش انه طريقة اعتذار بس انه تم التواصل معي واشكرهم وانه بالضبط ايوه انه هم رجعوا وصلحوا الاخطاء اللي هي موجودة عندهم. هذا اشي بالعكس منيح، يعني هو
يعكس التفهم صاحب المطعم او الكافيه للزبائن الموجوده عنده. يعني زمان احنا ما كنا نشوف هاي الشغلات بس عن طريق الجروب تبعنا بلش التفاعل بين اصحاب المطاعم والكافيهات والزبائن اكثر واكثر. وفي اكثر من صاحب مطعم وكافيه برضه خبرني شخصيا انه هم بيناتهم اصحاب المطاعم والكافيهات ما هم بيعرفوا بعض فصار التواصل بيناتهم انه مثلا دير بالك على المطعم تبعك, مثلا اعمل رقابه اكثر مثلا على الموظفين. حلو. ممكن تعمل تغير تحسن الخدمه لشيء معين يرفع لك عدد الزباين. فبرضه هذا يعني سمعته من اكثر من صاحب مطعم وكافيه وكان جدا شيء يعني ببسط جميل انه تحس تاثير الجروب على الكل يعني كزباين واصحاب مطاعم وكافيهات فكان إشي جدا جميل. بالضبط, الواحد بنبسط لما يعمل إشي مؤثر يعني حتى الناس بتحكي عنه. أكيد حلو. أكيد طبعا مستمرين طبعا وياكم بهذا اللقاء مع جروب ريستورانتس أند كافيز أوفرز طبعا ويانا محمد وعيسى اليوم. نوجه تحية طبعا لكل المتابعين, إحنا سوينا لهم بوست اليوم على الصفحة, بوست متأخر شوي متأخر بوست متأخر طبعا نوجه لهم أحلى التحيات. دائما تعليقاتهم حلوة, رح نحكي عنهم شوي. هسه بالنسبة للتعليقات أكو ناس كانوا ينزلون أول بداية الجروب ينزلون تعليقات إنه المطعم كان سيء, يفوت صاحب المطعم يقول لا ماكو منه هذا الكلام, تنزل له صورة الشغلة. إيش قد الفيديوهات والصور ساعدوكم بإنجاح الريفيوز اللي كانت توصل عبر المطاعم بمصداقية هذا الكلام؟ خبروني عن هاي القصة. بالنسبة للكلام اللي كان يصير بين صاحب المطعم والشخص المنتقد مثلا, كان هو صحيح يكون بأغلب الأحيان, وتقريبا الصور والفيديوهات الحقيقية اللي عن طريق تجارب حقيقية للناس كانت تأثر بشكل كبير برأي ناس تانين. يعني احنا دائما بنشوف إعلانات الكافيهات والمطاعم, نشوف صور وصورة وجبة وإشي منمق يعني والألوان الآخر بس على الواقع مرات تنصدمي إنه هاي هي الوجبة نفسها هي اللي الحقيقة فساعدت كثير وجود الصور الحقيقية من الناس إنها تعكس تجربة شخص حقيقية على أساس ناس تانية تستفيد منها. عيسى, منو اللي حط شروط الجروب؟ أنتوا الاثنين؟ بالضبط, احنا عملنا اساس لشروط الجروب هي ما تكون زي اي جروب تاني ريستريكت كتير. كان انه امور بسيطه انه عم نحكي عنها, انه صوره مرتبه بالضبط, يعني انه ما ينزل واحد مثلا سندويشه ياكلها بعدين ينزل صورتها لازم يكون لازم تكون الوجبه الحقيقيه اللي انت نزلتها. الانتقادات بين الاعضاء نفسهم يعني ما كنا نحب ان يصير في زي تشاتينج على نفس لأنه هدف الجروب هو بالنهاية مو تواصل الإفادة. بالضبط, هو الإفادة مو سواليف, تواصل في أماكن تانية يعني في أكتر من جروب تانية للسواليف طيب محمد, بالنسبة للانتقادات أنا حابة أسألكم أنتو اثنين هذا السؤال. بالنسبة للانتقادات أو ردود الأفعال بشكل عام, مرات تحسوها بناءة وحقيقية ولا مرات تحسوها حسب ذوق الشخص؟ يعني أنا ما أحب هاي الأكلة وجربتها وانطيت ريفيو سيء عن المطعم. هلا بتصير صراحة, بتصير انه في ناس مزاجيين بفوتوا على المطعم بس عشان يحطوا الاشياء السلبية كلها اللي فيه, وهذا ما بيكون الحالة الحقيقية للكفاءة والمطعم. مش دفاعا عن المطعم الكفاءات بس لازم الواحد يكون انتقاده صادق, ولانه هذا بيعكس برضو التجربة على الناس التانين. يعني انا لو عملت ريفيو سيء عن كفاءة او مطعم ممكن بشكل غير مباشر أثر على هذا المطعم, هو يكون غير عن هيك يعني فهمت عليك كيف. فبالنسبة للانتقادات احنا يعني عملنا خاصية جديدة هاي الموجودة على الفيسبوك انه البوستات لازم يكون لها ابروف منا الادمن عشان نحافظ على انه البوستات تكون هي عبارة عن نقد بناء, مش تجارب حقيقية. مظبوط, تجارب حقيقية مش جارحة او يعني تجربة للمكان مش للاشخاص الموجودين جوا المكان. نعم. لانه في اكتر من مرة زمان تصير مثلا انه يصير انتقاد لشخص معين بالكافيه مثلا لويتر او لصاحب كافيه, فهذا اشي مش مقبول لانه انت بتتعامل مع كافيه ككل كشركة. نعم. مش بس شخص موجود جوه. غير هيك عيسى, الموضوع انه انا كشخص مثلا لما اروح اجرب كافيه او مطعم
ما بحكم عليه من مرة واحدة، ممكن أجربه بالزبط. مرة يطلع سيء، ممكن المرة اللي بعدها يكون مودهم سيء كان يعني مثلاً. ممكن أو مودي أنا مثلا أو سيء، مودي أنا سيء صح، أو ما عرفت أختار الوجبة اللي تناسب ذوقي مثلا. أنا نوع من نوع الناس اللي ما بحب أجرب كتير، بس مع وجود الجروب صرت أجرب. يجرب أنتو سوسة يعني. طيب محمد، حابة أيضا أسألك سؤال بالنسبة لي. أول شيء منو اللي طلع بالفكرة؟ استنوا، هي الفكرة أساسا من عيسى. من عيسى. طيب عيسى، يعني ما دام عيسى لعد أصبر، شون حافظت على نجاح هذا الجروب يا عيسى أول شيء، وخصوصا أنه مثل ما قلت لك البداية دائما تكون صعبة؟ بالضبط. هلا المحافظة على جروب زي هيك تيجي أول شيء من المتابعة، يعني لازم واحد يضل يتابع. ممكن أنا أكون مشغول شوي، محمد يتابع، ممكن محمد يكون مشغول أنا أتابع. برضو في بوجه تحية لعدي، عدي هو برضو معنا بالجروب. أكيد يسعد صباحك عدي. عدي أول عدي قبل مبارح ملي أبروف على بوست. فأنه كتير ساعدنا وجوده هون بالأردن بالتنسيق بين الثلاث، يعني أنا حاليا موجود بقطر، محمد بالسعودية، عدي بالأردن، ففي تنسيق بيناتنا الثلاث. زي ما حكيت لك أهم شيء المتابعة بالجروب. نجاح الجروب بيعتمد برضو على الأشخاص الموجودين، نوعية الأشخاص الموجودين جوا الجروب، الحفاظ عليهم والحفاظ على الناس اللي أصلا استمروا معنا من بدايات الجروب، شيء مهم كتير بالنسبة لنا. شباب وين حابين توصلوا إن شاء الله؟ محمد وين شايف حالك كمان 5 سنوات؟ هاي المقابلات دائما. يعني اكيد احنا حابين نتطور اكثر من هيك، وعندنا افكار متقدمه بس ما نقدرش نحكي عنها هلا. لا لا طبعا هذا بتعرفي يعني الناس بتقلد الفكره، فممكن تقلد الافكار. بمناسبه يعني تقليد الفكره، ده تفكرون تحمون الجروب الفكره، حمايه الفكره، حمايه كمجتمع فيسبوك، يعني اي واحد بيقدر يعمل اي شيء. نعم، وبيقدر ينسبه له بكل سهوله، بس بضل التواريخ هي اكبر اثبات، وبضل يعني مصداقيه الناس بتعامل مع الاشخاص اللي عندهم. حلو. طبعا شباب اكيد اني اشكركم على هذا اللقاء الحلو. نعم. اتمنى لكم يعني كل التوفيق. طبعا بالنسبه لي اللي دا يسمعونا اليوم، حابين احنا ذكروا لي اسم الجروب حتى الكل طبعا يفوت ويشارك بهذا الجروب ويشوفه. ايضا اسم الجروب restaurants and cafes offers in Jordan، اكتبوا على الفيسبوك على السيرش offers.jo، بيطلع عندكم الجروب على السيرش، وتفوتوا بتعملوا جوين، واكيد مرحب في الكل. يعني منبسط فيكم. تحياتي لكم محمد عيد وعيسى عيد، نتمنى لكم كل التوفيق. يسعد صباحك يا حنان، وشكرا لكم يا شباب. شكرا سارة. شكرا.